بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ مع بعض إن شاء الله نعمل حاجة مهمة، اللي هي خطوة إن إحنا نعمل إضافة. إحنا اللي عملناه المرتين اللي فاتوا كان إحنا بنعرض ليستة أو بنعرض شخص معين. المرة دي هنعمل إضافة. طبعا الإضافة كـ API هتبقى بسيطة جدا. أولا هختار بس الروت بتاعي بوست. أنا طبعا شغال على حاجة اسمها employees، تمام. السكيما بتاعت اسمها company، خلاص مش هجنريت اصلا ولا اي حاجه. مفترض طبعا ببساطه جدا يا اما يكون الاضافه ما بترجعليش اصلا الداتا اللي انا بعتها، لان هي اصلا موجوده عند الكلاينت. يعني اللي بعت رقم الموظف واسم الموظف وبياناته دي اصلا اوريدي عنده البيانات، فمش محتاج ان انا ارجعها تاني حتى عشان النتورك وعشان التحميل. لكن انا كل اللي اعمله ان انا بس يعني هبعت مسج، تمام، وهقول له فيها كده، هو عادي جدا كان جيسون عادي جدا، واقول له فيها مثلا employee added successful. يعني مجرد بس اتاكد ان الموظف اتضاف، يعني معناه ان الاي بي اي بتاعتي جت هنا وخدت الداتا دي ورجعت بيها صح. طبعا ايا كانت عملت اللي في الباك اند مش قضيه دلوقتي. وممكن ازود مثلا success، اقول له سكسس تكون ترو. تلاحظوا طبعا ان انا ببني كله جيسون، يعني ده كله عباره عن جيسون. طبعا حتى مش لازم اكتب السكيما لان مش هشتغل على حاجه اصلا، هي بس في البوست بيرجع لي سكسس ترو والمسج دي. لو كان في اي ايرور ما بيرجعش اي حاجه والدنيا كلها بتضرب، تمام، لان مش هيوصل للمسج. لكن لو وصل له وجاب لي دي بقى واكلم السيرفر واعمل اضافه وارجع، يعني فكريت الاي بي اي خلاص البوست شغاله. طب احنا عايزين نرجع نعمل نظبط دي بحيث ان هو يضيف. فقلت له خلاص نعمل دي كده ايه سيفاز، وعامل 52 زي ما قلت له. هنا انتر الاي دي بتاع الموظف، مش يو وانت تو سيرش فور، بقى انتر ذا اي دي اوف ذا امبلي وخلاص وسكتنا. ومن ده بقى هاخد كل البيانات اللي عايز اضيفها على السيرفر، يعني الاي دي وبعد كده النيم والجوب والسالري والايه والجندر، تمام، وانتر ايه نيم وجوب والسالري والجندر وخلص. لكن كده بس خلاص؟ لا، تعالى بقى في الريكوست. الريكوست اولا هيبقى على السايت، ما عندناش بقى اي دي، احنا عندنا على امبلويز دوت جيسون زي ما كان اليو ار ال الاصل. بعتنا الكي وبعتنا الاي دي بس، لا بقى وبعت بقى بقيه الهيصه دي كلها. يعني هنعمل ايه؟ يعني اقول له كوما والنيم ويجيبه من الفاريبل اللي اسمه النيم اللي هو بعته. تاني والجوب ويجيبه من الجوب، وتاني السالري ودي قيمته هيجيبها من الفاريبل اللي اسمه السالري، والجندر ودي هيجيبها من الفاريبل اللي اسمه جندر. وبكده نكون كوننا الجيسون بتاعنا بتاع البارامز، كوناه بتفاصيله. خلاص بعتنا الاي دي وبعتنا النيم وبعتنا الجوب والسالري وكذلك الجندر، وكوننا الجيسون بتاعنا وبعت وخلاص، تمام كده. طبعا انا بعته كبارامز مش بعته كبادي، لان في حاجه تانية برضو الناس ممكن تقول احنا عايزين نبعت البيانات بتاعتنا في البادي، هنشوفها ان شاء الله مع بعض. لكن كده اهو احنا البيانات بتاعتنا اتبعتت. لو كان الكود 200 مش 200 هطلع طبعا ان في ايرور، طبعا ده مش جيت، طبعا هتبقى اي بوست هاز ايرور وخلصنا. إلس الريسبونس اللي جاي لي دوت ما هو عباره عن المسج صح، فممكن ايه ابرنت المسج. طبعا المسج دي الفاريبل ده هيجي فيه حاجتين، هيجي في حاجه اسمها مسج
ويجي في حاجة اسمها ايه، في حاجة اسمها السكسس. طبعا كنت ممكن نقول اف ان سكسس بتساوي ترو اعمل كده الى اخره يعني. ممكن نقول اف ان سكسس اللي هي مسج سكسس ايكوال ترو اعمل كذا، ما كانش اعمل كذا الى اخره. بس احنا ده المنظر بتاعنا كده بالبساطة، ان احنا نعمل اد تعالى نتست ده. الموظف رقم 13 اسمه عادل، بروجكت مانجر، تمام. المرتب مثلا 5000، جندر ميل، دوست انتر، غاب سنه ورجع بقى يرد عليا. تعال نشوف رد بايه. رد بايرور لما جيت بعد المسج، مسج قال لي الليست ان سيزس ماست بي انتيجر اور سلايس مش عارف ايه ستار، معناه ان هو ما قدرش يشوف دي. قلت له طب نرجع كده للسيرفر، احنا كنا جايبينها كده، كنا جايبينها مسجز. شفت بقى العيب، مش مسج، خليها طبعا عشان لما نظبطش ام اس جي. قلت له سوري بقى تعال ارجع هنا، ويقول لي دي خلاص احنا سميناها ام اس جي ودي سكسس. ودوت سيف ودوست كليك يمين، قلت له رن من جديد. دخل رقم الموظف، قلت له 13 اسمه عادل، بروجكت مانجر، سالاري 17، جندر ميل، دوست انتر، بم 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 ماشي. قال لي مسج برضه مش عارف، مش لاقيها يعني، على ان هو مش شايفها صح، عشان ما عملتلهاش لود. بس لا انا فككها اهي، فتفكت المفترض. قلت له طيب يعني يبقى في كده ايه، عندي في عيب ما، فاقول له برنت لي المسج اللي جت دي مفكوكه دي، ايه اللي فيها فهمني يعني. وبسرعه داخله ايه، بيانات بسيطه، جوب، ماشي. قال لي بعت لي الاي دي واحد، ازاي ده؟ كويس ان ده حصل، كويس ان ده حصل. ليه؟ لان هعمل ريكوست وجيت، وجيت على اليو ار ال ده، جيت على اليو ار ال ده بتجيب لي واحد يوزر، بتجيب لي 1 يوزر. طب وباقي البيانات اللي انا بعتها دي ما استخدمتهاش، ما استخدمتهاش، ولذلك هو كان بيجيب لي ديتا. فانا اقول له احنا اسفين، دي اصلا دي المره دي بوست، بوست على اليو ار ال ده، تمام، بوست على اليو ار ال اللي موجوده، تمام. لما اقول له بوست وافتح قوس، لاحظوا معايا، قال لي ايه، قال لي ابعت لي الداتا بتساوي، يعني في عندي حاجه اسمها الداتا، يعني ممكن اخد ده اللي عايز ابعت في البادي، لان دي حاجات مشهوره قوي في الاي بي، في الاي بي اي، ويقول لك انا مش عايز ابعت حاجات على اليو ار ال البارامترز اللي فوق. ففي الحاله دي هتبقى عامل ايه سيادتك، عشان تبعت في البادي، وده اصل الاغلب الاي بي ايز عشان يبقى محميه يعني كسكيورتي وكده، فبنقول ايه كده، ونقوم عاملين ايه الاوبجكت بتاعنا بالشكل ده، فكده تبقى مبعوته على البادي. وادي الهيدرز، خليني ودي الايه البارامز اللي فوق، تمام، في اليو ار ال يعني. فدي كانت مهمه جدا، كويس ان هي حصلت عشان اخد بالي معاكم، عشان اركز عليها. البوست لازم اكون بحولها بوست، وابعت الداتا بتاعتي اهي في البادي بالمره، لان كنت متالم وانا ما بعملهاش. وبعد كده ادي الايه العرض بتاعنا، نرجع بقى لاصلنا ونوقف الاخ ده ونتست، نقول معلش تيست كمان، كويس جدا. واحد عادل جوب، وجندر ميل، تمام. هو مش راضي يشغلها، بس ماشي، خلينا معاك بقى للاخر. لا هنا طلع لي ايرور، قال لي البوست امبليز هاز ايرور ستاتس كود ريسبونس ستاتس كود. هو طبعا ليش الريسبونس ستاتس كود كام، لكن هو قال لي في ايرور في سطر 14 هي هير. يعني هو بيطبع سطر ده ضرب. طيب 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 ليه بقى؟ اقول له اس تي ار، يعني ممكن يكون بس هو مش قادر يكونفيرت. المثال بتاعنا يعني عمل شويه شغل حلوين، مش مشكله.
قال لي ايرور 400، قال لي السيتس كود اللي راجع من البوست 400 مش 200. تمام. طيب هنجرب. يعني انا ممكن تكون بس بسبب ان احنا حطينا البيانات في الداتا وهناك احنا مستقبلينها كبارامز، فانا يعني هخلي الداتا هنا عشان الناس تبقى واخده بالها بس ان في داتا، لكن انا هنا هضطر ان انا اعمل ايه، ان انا ادخلها كده بشكل عادي كبارامز على الاي بي اي بتاعت الموقع ده، ان هو اصلا كله موقع يعني بيسهل لك الفكره يعني. فجينا بصينا كده، نقلت بس الداتا نقلتها فوق في البارامز لان هو مش مستعد لاستقبال بيانات باضي، يعني دي قصه. فما علينا من القصه دي، انا بعت البيانات في البارامز وهرجع تاني اعيد ادخال البيانات ونشوف. قلت له ماشي، رقم واحد عادل تستر، لان 400 ده باد ريكوست، فمعناه ان في حاجه في البيانات مبعوته هو مش عايزها كده، فعشان كده انا هرجع لاصل الفكره البسيطه يعني، فهقول له جندر ميل. تمام. قال لي المسج بري ادد سكسسفولي، وقال لي سكسس جايه معايا بترو، كله تمام. يبقى كده احنا شغلنا الايه، الاد للبيانات بتاعتنا كاي بي اي بوست، ونكمل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.